اهلا بحضراتكم من جديد. والفقره الثانيه وفقره اونسبوت كالعاده الفتره الاخيره اونسبوت بتبقى على بعض الاحداث التاريخيه، وعندنا حدث تاريخي يعني بقالنا كتير جدا بنسمعه وبيتردد، هي فكره بطولات النادي الاهلي اللي دايما بيكون فيه تاثيرات خارجيه غير تفوق النادي الاهلي او اضرار بتصيب نادي الزمالك. الاضرار دي كانت في فكره مجالس معينه ومجالس مستقيله ومجالس منتخبه، فحبينا نوضح الصوره بشكل عام. نطلع نشوف الاول فيديو الكابتن حازم امام ونرجع نعقب. ولا تعيب الاشخاص، بالعكس انا بحييهم وبرفع لهم قبعه، لان الناس شغاله بشكل جيد جدا، وراهم ناس كتير بتحبهم، وراهم ناس كتير حتى اللي ما بيحبهمش، بس ما كانوا مستائين ان هم مشوا امبارح وفرحوا جدا لما قعدوا. دي حاجه مهمه جدا انك يبقى الشعر اللي ما بينك وما بين كرهك وحبك هو حب النادي الاهلي وليس حب الاشخاص، ودي حاجه مهمه جدا 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 بيمتاز بيها النادي الاهلي، ولكن الشعار الاهلي فوق الجميع طبق بشكل قوي جدا جدا. انا يمكن كنت بلعب في نادي الزمالك فتره كبيره طبعا، وكنت متوقع او كنت شايف او فاكر ان هم قطبي الكره المصريه لغايه امبارح، ولكن امبارح او النهارده عرفت ان هم قطب واحد وليس قطبي نادي الزمالك. كنت بفتكر ان هو قطب اخر، ولكن نادي الزمالك ليس قطب تاني، هو النادي الاهلي القطب الوحيد الموجود في مصر، وما فيش حد تاني غير النادي الاهلي، هو النادي اللي الناس بتخاف منه او الناس بتعمل له حساب، بتعمل حساب لجماهيره وبتعمل حساب لشعبيته. ولكن القطب الاخر كنت فاكر ان هو قطب قوي برضه، ولكن واضح ان هو مش واخد يعني حساب عند المسؤولين في الدوله هنا. بعض جماهير النادي الاهلي خدت الفيديو ده على سبيل المدح واننا القطب الواحد، برغم ان كابتن حازم امام كان بياخد لسكه مختلفه تماما، ان النادي الاهلي الناس بتخاف منه على عكس نادي الزمالك ان الناس مش بتخاف منه ومش حريصه على جماهيره، برغم يا فارس ان الطبيعي جدا ان كل الناس بتشير لفكره قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، وفي حرص على النادي الاهلي وحرص على نادي الزمالك، لكن واضح ان في ملابسات لفكره التعيينات والاقالات واشياء من هذا القبيل كان لازم نوضحها. كابتن حازم في البدايه اتكلم كمان عن حته مشاعر ابناء الاهلي وازاي التكاتف في المواقف اللي زي دي، وفكره ان انت بتدعم المجلس اللي موجود عشان ما يتعرضش لقرارات من النوع ده، وعشان كده محتاجين نروح لحاجه تانية. نادي الزمالك في اعقاب بطوله 96 اللي قلنا فيها الانسحاب الشهير اللي كابتن نبيل محمود اعترف انه هو كان ممنهج لافساد فرحه النادي الاهلي بالدوري، وطبيعي نتيجه قرارات زي دي وطبيعي نتيجه عبثيه المشهد تخرج قرارات بحل مجلس اداره نادي الزمالك وحل مجلس اتحاد الكره. تفادي يا فارس لهبوط نادي الزمالك للدرجه الثانيه. بالظبط، احنا شرحناه وشرحنا يعني بقى الماده وجبنا كله في حلقات سابقه، لان احنا دلوقتي بنتكلم في مسببات واثار. بالظبط، يعني ده كان بالعكس، ده كان مخرج انقذ الزمالك من مشكله اكبر بكتير جدا. ولكن طيب هل تضرر نادي الزمالك من الحل نتيجه انه هو خسران بطوله الدوري رغم ان كان معاه فريق كبير جدا، ولا استفاد؟ تم تعيين الاستاذ كمال درويش، وهو طبعا شخص اكاديمي فاضل، تم تعيينه لرئاسه نادي الزمالك، فاز بدوري الابطال 96 وفاز بالسوبر وفاز ب 97 كمان. هنستعرض البطولات، ولكن ده انا عايز اقول لك حاجه، التحول الملموس اللي حصل على طول بعد تعيينه، الموضوع ما خدش وقت بمجرد تعيينه، يعني الدولة ما مشتش حد عشان تجيب حد وقع نادي الزمالك، ده بالعكس جابت شخص قدر ينجح وبالتعيين. مش كده وبس يا فارس، مجلس الزمالك اتحل مرتين، او الاسباب اللي حصلت فيها مشاكل لمجلس الزمالك مرتين كان في مسببات، السبب الاول اللي قاله فارس، والسبب الاخر كان في 2005 بسبب استقالة 6 من اعضاء المجلس، وكان قبلهم استقال 2 من اعضاء المجلس، هو هيثم السعيد والكابتن هيثم السعيد والكابتن كريم حسن شحاته، فكان المجلس فقد تقريبا شرعيته. ده طبعا استقاله مسببه للمعارضه ومجلس معين للزمالك، يعني الدوله برضو اجبرت ان هي تضطر تجيب مجلس معين. الاهم من كل ده ان في كل مره كان المجلس المعين اللي بيجي يا فارس كان بيحوز بعد كده على ثقه الجمعيه العموميه. دولت المرتين اللي تم الاستقاله فيهم، الحقيقه بعد حل المجلس اللي هو في 2005 الكابتن حازم امام نفسه كان له تصريح مهم جدا، اللي هو كان شايف ان الفكره قطب اول والنادي الاهلي بس هو القوي ومحدش يقدر عليه. كابتن حازم امام فارس كان شايف ان مع تغيير المجلس، التصريح معانا حازم امام، النتائج تحسنت لان السياسه تغيرت. سياسه مين؟ المجلس المعين. ما هو ده اللي ذكر ارجع حازم امام تحسن المستوى لفكره السياسه، وطبعا جا كجوده، وفي الفتره دي كان في ازمات كبيره جدا، ومدير فني الكابتن فاروق جعفر عايز يستقيل، لا مش عايز يستقيل. على فكره الاستاذ مرسي عطله وبرده هو شخصيه اكيد مرموقه ولها تاريخها، جا
كان اتكلم في الوقت ده مع تعيينه لفكره ان خلافات الزمالك غالبا كانت برضو نتيجه كلها حاجات مفتعله داخليه، مش ابدا نتاج ان الدوله متربصه بنادي الزمالك، بالعكس دي بتحاول تحل وضع. الشخصيات اللي جت الكابتن كمال درويش طبعا عميد كليه التربيه الرياضيه، وكمان الاستاذ مرسي عطا الله، الاستاذ ممدوح عباس، لما دخلوا في انتخابات ايه اللي حصل؟ سواء انتخابات العميد الاستاذ كمال درويش فضل مسيطر على الانتخابات، وقدام مين؟ قدام الكابتن حماده امام. يعني التعيين او اختيار رئيس نادي الزمالك بالتعيين كان موفق للغايه، شخصيات محترمه للغايه، كمان قدرت تنول ثقه الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، فبالتالي لما دخلوا انتخابات قدروا يكتسحوها. تخيل العميد كمال درويش طبعا ليه كل التقدير والاحترام، ولكن رمز بقيمه الكابتن حماده امام ما يقدرش يحوز على ثقة الجمعية العمومية، ويفوز من أتى بالتعيين عندما دخل في انتخابات برغبة الجمعية العمومية، وده بالظبط اللي حصل في 2009 مع الأستاذ ممدوح عباس اللي كانوا بيعتبروه وقتها مشجع درجة ثالثة. ما هو أنا بقى عايز أقول لك حاجة، ده اعتراف ضمني من الجمعية العمومية إن الاختيارات بتاعة التعيين كانت في صالح الزمالك وخدمته، ده اعتراف ضمني للجمعية العمومية اللي بتمثل اختيار جمهور نادي الزمالك أو الأشخاص اللي لهم حق التصويت. وبالفعل ممكن ناس تيجي تقول طب أنتوا بتتكلموا في الاختيارات والجمعية العمومية اختارت لأسباب ما، بس عمليا أو نظريا ده ما فادش نادي الزمالك، لا برضه فاد نادي الزمالك المجالس المعينة حتى لما نزلت بالانتخاب والدولة كانت هي اللي ادتها الفرصة في البداية لإنقاذ نادي الزمالك. تعالوا نشوف المجالس المعينة حققت للزمالك في الفترة من 1996 كم بطولة. نستعرض عمارة، بس عايزين نوضح حاجة عشان ما يحصلش لبس على المشاهد، احنا هنا بنقول يعني مثلا العميد كمال احنا قلنا لما حازت ثقة ونزلت منتخب وانتخب بعد كده فهو يعتبر شخص معين. هنا دي البطولات بنتكلم في 17 بطولة، دوري ابطال افريقيا مرتين، سوبر افريقي مرتين، كاس الكؤوس، الكاس الافرو اسيويه. نوعيه البطولات عامله ازاي؟ وكمان انت بتتكلم في بطولات ساهمت كتير جدا في رفع نادي الزمالك من اشخاص تم تعيينهم في البدايه، ما جاوش في البدايه بالانتخاب. يعني بالعكس ده الدوله اللي ارشدتهم ليهم بحيث يقدروا ينقذوا نادي الزمالك. الدوري المصري 3، كاس مصر 4، السوبر المصري 2، البطوله العربيه مره، والسوبر المصري السعودي مره. 17 بطوله كان لهم الفضل فيها. نيجي بقى احمد لمقارنه ثانيه معانا على الشاشه تستعرضها. عندنا بقى المجالس المنتخبه كم بطوله من 96 حتى الان، هم 11 بطوله. حتى شوفوا نوعيه البطولات، يعني الدوري المصري هناك 3، هنا بطوله واحده، الكونفدراليه هنا بطوله واحده، وتعادل بطوله ابطال الكؤوس في سنه 2000، السوبر الافريقي هنا مره هناك مرتين، السوبر المصري مرتين، كاس مصر 5 بطولات، سوبر مصر السعودي هي بطوله كواليتي بتاع البطوله غير رسميه بالظبط. فتقريبا 10 بطولات رسميه وبطوله غير رسميه في مقابل 17 بطوله منهم 15 رسميه واثنين غير رسميه. يعني في النهايه من 96 حتى 2005 سواء بقى مجالس معينه او مجالس منتخبه عشان تحكم على الحقبه او الفتره التاريخيه دي، هتلاقي الزمالك حقق 28 بطوله، 17 مع مجالس كانت بدايتها تعيين و11 مع مجالس جايه بالانتخاب. 28 بطوله مقابل كام بطوله للنادي الاهلي؟ 51 بطوله للنادي الاهلي، يعني تقريبا بطولات الزمالك حوالي 55% من بطولات الاهلي. طب من قبل 96 لو رجعنا 25 سنه بالظبط اللي هي فتره الاستقرار والانتماء وعدم دخول الاحتراف للنادي الاهلي ونادي الزمالك، هتلاقي ان نادي الزمالك من سنه 72 ل 96 حقق 14 بطوله مقابل 28 بطولة للنادي الأهلي. ده يعني إيه؟ يعني إن مهما الظروف كانت بتتغير، مهما الأجواء بتتغير، نسبة نادي الزمالك كبطولات بمقارنة بنسبة بطولات النادي الأهلي من 50 لـ 55%، وهو حتى الوضع الحالي على إجمالي بطولات الزمالك والأهلي. لكن يا فارس أكيد في سبب واضح وصريح لفكرة اللجوء لحل مجالس ادارات نادي الزمالك. هو ده بقى، حتى لو احنا اتكلمنا في ان كان في مردود فني افضل والاشخاص اللي تم تعيينهم جابوا بطولات اكتر، بس انت ممكن تيجي تقول برضو انت بتصادر عليا وعملت ده. طب تعالوا نسمع شخصيه زملكاويه، ابن شخصيه زملكاويه كبيره، كان رايه ايه فيما يخص المجالس المعينه او خلافات نادي الزمالك. نطلع ونرجع معاكم. كم دوره حضرتك كنت عضو فيها في مجلس اداره الزمالك؟ ثلاث مرات مش ثلاث دورات، ثلاث مرات. مع الاستاذ مرسي عطا الله. ايوه. ومشينا بعد ثلاث شهور بقضيه عادي يعني.
وبعدين مع الدكتور محمد عامر قعدت 6 شهور. دي كانت مؤقته. مجلس اداره مؤقت اللي عملت الانتخابات بتاعت 2009 بالظبط. وبعدين جيت مع المستشار جلال ابراهيم قعدت حوالي 10 شهور. طب ليه بقى؟ برضه مشينا. كانت قضيه برضه؟ يعني نص دور قضيه. بقى قضيه. ما عندناش مجلس قعد اي حاجه من مدته الا المجلس الاخير ده. والمجلس الاخير ده قعد عشان احنا سيبناه يقعد. احنا اللي رفعنا قضايا. يعني اللي بيتغنى بالاستقرار، الاستقرار احنا اللي عملناه. الاستقرار احنا اللي عملناه. ومش يمكن مش عايز اقول احنا، انا بالتحديد انا ما اروحش ارفع يعني. انا ما دخلش نادي الزمالك في قضايا. عيب. عيب. ده كان المسلك. طيب طبعا فيما يخص نوعية الخلافات داخل نادي الزمالك الجميع يعلمها، واحنا ما بنتناولش ده اصلا ولا بتاعنا. احنا بنتكلم ان اي حد هيطلع في قناة اخرى يمسك المج ويقعد وهو بيتكلم يقول اصل احنا كان علينا مؤامرة طول عمرنا وبنخسر البطولات عشان المجالس المعينة والمؤامرات، اعتقد الرد في الفقرة دي كفيل يخلي الناس دي تعرف كويس قوي ان الموضوع مش ان انا بفضل اقول مغالطات، بفضل اقول في اي كلام ليس له اساس من الصحه، لان الرد اغلبه يا احمد كان على لسان زملكاويه وبالارقام واضح والمنطق كمان. ده قال لك بنمشي كالعاده بقضيه، بنمشي كالعاده بقضيه. اذا هي القضيه كانت المحرك لفكره حل مجالس ادارات نادي الزمالك، وبرغم الحل قلنا المعينين بيجيبوا بطولات، وكمان عملنا مقارنه 25 سنه ب 25 سنه في الاستقرار، في النهايه في نسبه بطولات نادي الزمالك من 50 ل 55% من بطولات النادي الاهلي. نتمنى نكون ردينا على الكابتن حازم امام، وفكره القطب الواحد موجوده بالبطولات لكن مش موجوده بفكره الدعم السببية. يا كابتن حازم، والاهم بقى خلاص قفلنا السكه دي، ننتقل لشخصيات اخرى، وطبعا بنشوف في الاهلي